مسافرة مع بابا وماما ومش عارفة فين. هتوحشني قوي وهفتكرك دايما وانت ماشي جنب باص المدرسة وانا برمي لك الجوابات. مش هنساك ابدا وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دينا. مش هنساكي. دينا بكر الزهيري. هاي دينا، انا مجدي مكاوي زميلك في المدرسه. لا ردي، انا مش فاضي. هما 3 دقايق لو ما رديتيش مشوار. رد على جنب. اقف على جنب يا اساسين. ايوه يا بابا. الشغال حاولت تنتحر ولسه عايشه. يخرب بيت الشغال اللي كان هناك دي. ربنا كبير. يا ماجز مستعجل على ايه؟ راح. ابعت لي صورتك بسرعه، هموت واشوف شكلك. اولها كده ابعتي انت صورتك. لا يا عم، انا بطلع في الصور زباله. ابعت انت. ومين سمعك؟ انا كمان بطلع ازبل منك. ها ها ها، بلاش صور، ابعت لي رقمك. رقمي كده على طول كده 010 انتر. ايه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ هي من اولها هتتقل كده. ايه ده، نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ شفني اهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى عشان عايزه اتخيلك شكلك عامل ازاي. بص يا ستي، انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن، اوكي؟ وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني، يعني ممكن ابقى وردي شويه. اما بالنسبه للطول بقى، انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شويه.
شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا لدرجة النهاية. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا معلمة. الديناصورات وصلت. اهلا اهلا من بعواد. اجري يا خلي من المطبخ بسرعة، خليه يزود من عينيا يا معلمة. اجري بسرعة. اجيب طعمين كمان؟ خليهم اربعة نشرح. هوا عندك اربعة حلواني؟ والله يا خالي ما عندكش فكرة دينا دي طلعت لذيذة قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه؟ هي ابني انها بتطلع في الصور زبالة يا رب تصدق، بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. انا دي حصلت كتير قوي. مش ايه يا خالو ده؟ انت خلصت الكبده كلها؟ يا ابني هات له كبده. خلصت يا باشا. ما كنتش كبده، ما كنتش كبده.